بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطلبات الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله النهاردة هناخد يونت 3 ليسون 3 الوحدة التالتة هاو دو أي لوك. هاو دو أي لوك هناخد الدرس الثالث ماي فيفورت كلوذس ملابسي المفضلة. يبقى ماي فيفورت كلوذس يعني ملابسي المفضلة، الملابس بتاعتي اللي أنا بفضلها. عندي مجموعة من الكلمات ليسن and repeat. ناخد الكلمات دي مع بعض. belt اللي هو الحزام، crown tag، bucket جيب، sleeve اللي هو الكم، clothes ملابس، clothes، costume اللي هو الزي بيتلبس في الأعياد، gloves اللي هي القفازات، gloves hidden مخبأ او مخفي، cotton اللي هو الايه القطن. عندي extra vocabulary information جلابية، popular محبوب او شائع، hall اللي هي الصالة، hall، library poster ملصق او حاجة متعمل زي اعلان كده، grades لها درجات، grades، festival احتفال او مهرجان، festival، useful wedding حفل زفاف، wedding، pattern نمط او شكل، pattern، head للرأس، head، من رجال، princess أميرة، princess، روب suit اللي هي البدلة اسمها suit، sun band حروق الشمس اللي هي حرف الار، هنا ممكن تغمله silent عشان تتنطق مع بعضها الماضي اي دي، يبقى sun band عيد اللي هو العيد، إساي مقال، إساي سوشيال ميديا pen friend ده صديق بالمراسلة عن طريق الإنترنت، cardboard ورق المقوى أو الكرتون، cardboard. بكاري أفعال، عندي قلنا أفعال regular وأفعال irregular، نقولها تاني. الأفعال regular اللي بحط لها دي لو هي منتهية بحرف اي زي دي كده احط لها دي، زي celebrate celebrated احط لها اي دي لو الفعل غير منتهي باي، زي borrowed احط لها اي دي لو هي منتهية بواي وقبل حرف الواي حرف متحرك احط اي دي، اما لو قبل الواي حرف ساكن احول الواي لاي واحط اي دي. هنا stay قبلها حرف متحرك احط اي دي يبقى stayed protected finished دي. اما دي افعال irregular verbs افعال غير عادية وغير منتظمة، give gave write wrote tell told sleep slept hide hid important expressions and prepositions. Tell me about يخبرني عن، Tell me about get some paint يصاب بحروق الشمس، Ask for help يطلب المساعدة، Go to sleep يذهب الى النوم، Do a school project يقوم بمشروع بحث للمدرسة، Do a school project looks really cool تبدو لطيفة جدا، From the outside من الخارج، From the outside جايب لي بوب كويز يعني اختبار صغير، Customs اللي هو ملابس بتبقى للمناسبات، Crown اللي هو التاج، gloves قفازات، hole صالة، we're not to protect your hands in winter
تلبس ايه في ان هاندس في يدك عشان تحميك في فصل الشتاء؟ طبعا جلافز اللي هي القفازات نمبر 1. Children wear special not in the parties. بارتيز الحفلات بيلبسهم special costumes. Costumes اللي هي ملابس خاصة للاحتفالات يسموها costumes. The king always wears a. الملك دائما بيلبس crown اللي هو التاج. Crown. عندنا بعد كده محادثة فارس. Listen and read and roll play. بقول هاي فارس. Can you help me? ازيك يا فارس؟ هل تستطيع ان تساعدني؟ Can you help me? I am doing a school project about Egyptian clothes. ده مين اللي بيكلمه؟ توماس. توماس ده ولد اجنبي مش من مصر. يعني هو ولد اجنبي بيكلم فارس اللي هو من مصر وعايزه يساعده في عمل البحث في المدرسة. والبحث اللي فارس عامله اللي هو school project about Egyptian clothing اللي هي الملابس المصرية. Can you give me some information؟ بقول له ممكن تعطيني بعض المعلومات. طبعا فارس ده اللي هو البين فريند بتاع توماس فقال له هاي توماس، مرحبا يا توماس. Yes of course، بالطبع اقدر اقول لك اللي انت عايزه. What do you want to know؟ ايه اللي انت عايز تعرفه؟ What do you want to know؟ عايز تعرف ايه؟ قال له well، حسنا. What do you usually wear؟ انتوا دايما بتلبسوا ايه؟ What do you usually to wear؟ What do you usually wear؟ بتلبسوا ايه؟ قال له I live in سوهاج، انا بعيش في سوهاج. And it's usually very hot here، والجو هنا very hot، حر جدا. Today، اليوم، I am wearing shorts and a t-shirt. أنا النهاردة لابس short and t-shirt because the weather is very hot. الجو هنا طبعا حر. توماس قال له cool. Can you tell me about some traditional Egyptian clothes? Can you tell me? هل تستطيع أن تخبرني about some عن بعض traditional Egyptian clothes؟ الملابس التقليدية المصرية. قال له اوه شور، طبعا اقدر اخبرك. وين؟ حسنا. من العديد من الرجال وير ذا جلابية، بيلبسوا الجلابية اللي هي دي. This is the long white robe، يعني هي جلباب لداء ابيض وطويل. That is very popular، ومحبوب جدا ويحظى بشعبية كبيرة في مصر. توماس قال له Yes I have seen it، أنا شفتها قبل كده. It looks really cool to wear، تبدو رائعة في الإيه إن هم بيلبسوها. قال Yes I have seen it، It looks really cool to wear، تبدو رائعة في الإيه إن هم بيلبسهم هذه الجلابية. قال له Yes بالفعل It's cool، هي جيدة جدا. طب ليه؟ قالك because it's made from cotton، لأنها مصنوعة من القطن القطن. It's usually white، وهي في العادة بتبقى بيضاء. But ولكن you can get other colors too، ممكن تجيب ألوان تانية منها. The sleeves are long، الكم بتاعها دايما يعني طويل. So we don't get sunburned، عشان كده ما بناخدش لا نتعرض لحروق الشمس، لأن يعني طبعا سوهاج بلد حر، فبيبقى الكم بتاع الجلابية لونج، عشان كده إن هما they are don't get sunburned. قال له are there buckets؟ يعني الجلابية ديت فيها buckets، buckets اللي هي جيوب. قال له yes فيها جيوب but they are hidden، بس الجيوب بتاعتها بتبقى مخفية. ليه؟ اللي احنا بنسميها السيالة بتاعت الجلابية. But they are hidden، بتبقى مخفية مش باينة. You can't see them from the outside، ما تقدرش تشوفها من الخارج. يعني لو انت بتبص على الجلابية كده ما تعرفش تشوف الجيوب بتاعتها لأنها بتبقى hidden مخفية. قال له do you wear جلابية when you are celebrating a special festival؟ Do you wear، هل أنت بترتدي جلابية جلاليب
when you're عندما تكون celebrating بتحتفل a special festival بمهرجانات خاصة all we do طبعا we do بنعمل كده and the clothes والملابس we wear for عيد والملابس اللي بنتديها للعيد for example على سبيل المثال are very beautiful وطبعا هي جميلة جدا they can be colorful ممكن تبقى ملونة sometimes there are beautiful patterns on them في بعض الأحيان بتبقى عليها رسومات جميلة على هذه الجلاليب فطبعا قال له thanks فارس انت كده بصراحة في التني شكرا يا فارس that's really useful هذا كان مفيد حقا وعمل البحث بتاعه مروة is wearing a spotted dress with a belt يعني لابسة فستان بصراحة جميل جدا وفيه حزام there are two pockets وفيه جيبين أما ريم is wearing a costume لابسة costume she looks like a princess فيها شبه من البرنسيسة she has a crown لابسة تاج on her hand لابسة crown on her head على رأسها لابسة تاج على رأسها she has وهي في إيدها white gloves on her hands ولابسة في إيديها gloves اللي هي الجوانتيات لما حد يسألك عن ملابسك المفضلة يعني بتحب تلبس إيه هتقول له my favorite thing is وتقول اسم الحاجة اللي أنت بتحب تلبسها بتحب مثلا تلبس شيرت تقول له my favorite thing is shirt My favorite thing is جلابية. My favorite thing is jacket. My favorite thing is sweater. احنا بنستخدم to والفعل في المصدر بعد to عشان اعبر عن الغرض او ذكر السبب اللي انا عملت به الشيء. يعني مثلا I go to school to learn. I go to school to learn بروح المدرسة لكي أتعلم يبقى to وبعدها الفعل في المصدر أحدد السبب اللي أنا ليه بعمل هذا الفعل جيب لك مثال She went to the town راحت ذهبت إلى المدينة to buy a dress يبقى to وبعدها الفعل في المصدر للتعبير عن الغرض أو السبب اللي هي راحت من أجله أو قال لك He went to the club راح النادي to play football ممكن جملة من عندي he goes لأنه بيذهب دايما goes to school في مضارع بسيط to learn لكي يتعلم يبقى ليها في تحديد السبب بعد كده جايب لك الماضي البسيط الماضي البسيط زي ما احنا قلنا حاجة حدث في زمن الماضي مثلا جايب لك بقى زي ما انا شرحت اصلا بشرح كل حصة لما اجي اقرا الافعال ريجولر والريجولر بقول افعال الريجولر اللي هي المنتظمة بحط لها دي لما يبقى منتهية بحرف اي زي انفايت انفايتد بحط لها اي دي لما يبقى منتهية بواي وارفع وقبلها حرف متحرك زي ستاي ستايد بحط لها اي اي دي يعني بحول الواي لاي وبحط اي دي لما يبقى منتهي بحرف واي وقبلها حرف ساكن زي كاري كاريد حرف ساكن الواي قبلها حرف ار وده حرف ساكن حولت الواي لاي وحطيت اي دي يبقى كاري كاريد اما هنا الواي قبلها حرف متحرك احط اي دي وممكن اضاعف الحرف لما يبقى مثلا زي ستوب ستوبت لما يبقى او واي يعني او حرف متحرك حرف اي حرف متحرك او مضاعف الحرف اللي في النص عشان عدم التقاء حرفين متحركين او حرف بينهم في النص ولكن هناك بعض الافعال لا نضاعف في الحرف الاخير زي travel traveled travel traveled ديت ما ضاعفتش الايه الحرف بعد كده عندي irregular verbs افعال غير منتظمه الافعال غير المنتظمه دي بتتحفظ كما هي لازم احفظها زي ما هي buy bought eat ate swim swam sleep slept feed fed get got drink drank go went make made
دو ديد. بعد كده بجيب لك الفيرب تو بي. طبعا الفيرب تو بي عندي ام او اذا ار، يعني الفيرب تو بي عندي بي عندي ام او از او ار دي في مضارع، وعندي ووز او وير في زمن الماضي البسيط. ووز بتيجي مع اي وهي وشي وات، وير بتيجي مع الجمع اللي هو وي ويو وزي. ديت اللي هو فيرب تو بي. جايبها لك اهوت فيرب تو بي ووز اوير. ووز بتيجي مع اي وهي وشي وات، اما وير بتيجي مع وي ويو وزي. اما في النفي ووز تبقى وازنت، وير تبقى ورنت. مريم وازنت فرايتند اوف ذا كيف. فخلي بالك اذا جه لازم يجي بعدها اسم او صفه. هي وازنت دكتور، ما هوش دكتور، ليس طب ما كانش دكتور، وازنت. اما لو جه بعدها فعل في اي ان جي يبقى ده ماضي مستمر. مريم وازنت واز فرايتند اوف ذا كيف، يعني مريم كانت خايفه من الكهف. زير ويرنت او وير نوت، اختصار وير نوت ويرنت اني كارز اون ذا بيتش. عشان النفي was not بتساوي wasn't، were not بتساوي weren't. النيجاتيف اللي هو النفي. اما بالنسبه للنفي في الماضي البسيط فبدلنت وبعدها الفعل في المصدر. لازم طالما هنفي بدلنت لازم يبقى بعدها فعل في المصدر. اما was wasn't ما ينفعش بعدها فعل في المصدر ابدا، لا اما الفعل في اي ان جي يبقى ماضي مستمر، اما يبقى فيه اسم او صفه. هنا رانا didn't، didn't study، يبقى didn't وبعدها الفعل في المصدر. هي listen yesterday، وكلمة yesterday من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. يبقى عندي yesterday بالأمس، إذا شفتها أعرف إن دي جملة في زمن الماضي البسيط، يبقى ديت أنف didn't. last week الأسبوع الماضي، يبقى last الماضي، برضو من الكلمات الدالة على الماضي البسيط. طالما في كلمة تدل على الماضي البسيط يبقى الفعل إيه؟ أنف didn't والفعل في المصدر. I didn't send an email to my friend last week. She didn't go to the beach. عند النفي بدلنت والفعل في الايه في المصدر. Read and choose the correct answer. الإجابة الصحيحة. Mary listened to the teacher carefully. نقط زي listen. احنا قلنا ان احط الفعل to والفعل في المصدر عشان احدد السبب اللي عملت له الفعل. يبقى ماري لسن تو ذا تيتشر كيرفولي. اندرستاند ذا لسن ولا اندرستاندس ولا تو اندرستاند ولا اندرستود؟ طبعا تو وبعدها الفعل في المصدر عشان احدد السبب. ماي فريند يوزز هير كمبيوتر. ليه؟ هير هوم ورك عشان يعمل الواجب بتاعه. تو دو ولا داز ولا دو ولا ريد؟ طبعا تو دو هيز هوم ورك. She is going to travel to England. سوف يذهب إلى إنجلترا. Not English. To learn English ولا learn ولا learn. Learn it ولا learn ولا learning. طبعا to learn English. I went outside. ذهبت إلى الخارج. My neighbor. Help my neighbor ولا help it ولا to help. طبعا to help. يبقى عشان أحدد السبب يبقى to زائد الفعل في المصدر عشان نشوف سبب ايه، تحديد سبب الفعل. بعد كده complete the sentences. طبعا جايب لي بين قوسين الفعل عايز اعدله او اصلحه. علي watch TV yesterday. عندي yesterday معناها بالامس. طالما عندي yesterday بالامس يبقى في الماضي البسيط. يبقى علي watch it. watch it حول watch it. watch it اللي هو الايه الفعل في زمن الماضي البسيط. I drink tea with milk yesterday برضو بالأمس امبارح. يبقى في الماضي ماضي drink drank. وطبعا دي أفعال قلنا أفعال غير منتظمة. He goes to the market to not sunrise. قلنا to يبقى بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى to buy. Make the sentences in the past form. الجمل دي عايزها في زمن الماضي البسيط. نفسك آدم عايزها في الماضي. عندك calls سامي. ها calls طبعا الماضي بتاعها يبقى called، يعني اتصل على سامي. ليه؟ to بيجي بعدها فعل في المصدر لتحديد السبب. to ask for help. يبقى انا حولت الجمله في زمن الماضي بتحول الفعل call called. نهال leaves early غادرت مبكرا to catch the bus. طبعا leaves المرض بتاعها left.
يبقى نهاية left early to catch the bus. بعد كده معانا general exercises on lesson 3. مكتوب عندي Ben read and complete the text with words from the box. جيب لك صندوق فيه كلمات وهتختار منهم من. Ben crown اللي هو التاج, gloves قفازات, stopped هتيجي مع الفستان, اللي هي spotted هتيجي مع الفستان اللي هو المنقط. spotted يبقى فستان مثلا منقط او ان انت جذاب. Buckets اللي هي جيوب. Summer and Aya are in a party. Summer و Aya موجودين في الحفلة. Summer is wearing an odd dress with two نقط. لابسة فستان ايه؟ بين ولا كراون ولا gloves ولا spotted ولا bucket؟ طبعا spotted dress يعني فستان منقط. With two الفستان بقى فيه buckets في جيبين. اما آية is wearing a knot on her head لابسة ايه على الراس؟ ايه اللي بتلبس في الراس؟ طبعا كراون اللي هو التاج. She looks like princess فيها شبه من برنسيسة. She is wearing white لابسة ايه في hands في ايديها؟ ايه اللي بتلبس في الايد؟ طبعا gloves القفازات. يبقى نقول هنا number one spotted, number two buckets, number three crown, number four gloves. سؤالي بقى كده reorder the words اعد ترتيب هذه الكلمات. هنقول I have got انا امتلك. A strapped يعني مقلم او مخطط. A strapped dress طبعا معروف ان الصفة بتيجي قبل الموصوف. يبقى انا لما اجي اختار اعمل ارتب جملة زي كده بجيب الصفة قبل الاسم. الصفة تكون قبل الاسم. سؤال بعد كده ببدأ بوات بعدها الفعل المساعد وات دو الفاعل يو يوجوالي وير. يبقى وات دو يوجوالي وير. ماي شيرت ماي شيرت قميصي has فيه او يمتلك blue buckets. طبعا هنا نبدا بكان يبقى can you help me هل تستطيع مساعدتي. السؤال بعد كده سؤال read and match توصيل. جلابيز ار جلاليب دي طبعا ملابس تقليديه في مصر. يبقى جلابيز ار تراديشنال ايجيبشن كلوزز نمبر 1. وي ونت تو ذا بارك تو يبقى لازم تو. وي ونت تو ذا بارك تو يبقى لازم السبب وبعدها فعل في المصدر. ادور على تو جيت جود ماركس يعني بروح البارك عشان اجيب درجات عاليه. طبعا لا تو بلاي ويز اور فريندز يبقى هي دي تو بلاي ويز اور فريندز اهم من هنا تو. حازم ستادد هارد حازم بيدرس او بيذاكر جيدا ليه؟ برضه تو ما في تو جيت جود ماركس يجيب درجات كويسه دي نمبر 3. زي went to the library to وبرضه تو بعدها فعل في المصدر يبقى تو ريد بوكس دي نمبر 4. انجي يوزس ابن نقط هير الساي يبقى انجي بتستخدم القلم عشان تكتب المقال بتاعها. عشان تكتب دي هتحدد السبب يبقى تو الفعل في المصدر تو رايت. زي نقط سام نيو بوكس تو ريد لاست ويك لاست ويك الاسبوع الماضي يبقى الفعل في زمن الماضي بسيط يبقى بوت. اي وير نقط تو بروتكت ماي ايز ايه اللي بتلبس عشان يحمي العين؟ طبعا جاكيتس لا سان جلاسز نظاره شمس. جلابيز بريسلتس طبعا سان جلاسز نظارات شمس. ريم از ويرينج ايه اون هير هاندس ايه اللي بتلبس في الايد؟ طبعا جلافز بيلتس الحزام ترينرز الحذاء جلاسز النظارة. شي از ويرينج كراون كراون التاج بتلبس اون هير ايه؟ ليج في الرجل ولا هاند اليد ولا هيد ولا نيك؟ طبعا اون هير هيد. سؤال بقى كده complete the sentences
with the correct from the words from the in brackets. I went to the cinema and I went the habit في الماضي. وهنا yesterday في الماضي يبقى الفعل اللي في النص يبقى برضه في الماضي. And watch it. حول الفعل للماضي and watch the new film yesterday. She used the internet too. بعد to تحديد السبب بحط الفعل في المصدر يبقى to do. I go to the bedroom. ذهبت إلى حجرة النوم. عايز برضو السبب اللي هو to sleep. بدل for يبقى to sleep. To sleep. فريدة نقط is a park last night. Last night في الليلة الماضية يبقى ديت في زمن الماضي بسيط. أحول is ماضي is شاطر شاطر يبقى was. يبقى فريدة was in the park last night. سؤالي بعد كده جايب لك write a paragraph of five sentences using the following guiding elements. جايب لك guiding words وجايب لك صور. طبعا جايب لك جلبية. جلبية مثلا تقول I bought a جلبية to wear. جلبية بقى I أنا bought اشتريت أجلبية اشتريت جلبية to wear ألبسها to wear for عيد اللي هو العيد. تمام. عندي made from cotton يبقى it is made from cotton مصنوعة من القطن يبقى it is made from cotton أو cotton وعمل full stop. عندي spotted dress my sister has أختي عندها my sister has a spotted اللي هو منقط dress عندها فستان منقط برضو. طبعا الفستان ده هو it has اللي هو the dress has two pockets له جيبين full stop. احنا عندنا لسه strapped skirt يبقى my sister has تمتلك a strapped اللي هي جيبة skirt مخططة أو مألمة to أيضا. أكمل الجملة أقول مثلا they are very beautiful. طبعا كل ملابس ديت جميلة. وكده أكون خلصت unit 3 lesson 3 الوحدة الثالثة الدرس الثالث في الصف الخامس ابتدائي. الدرس القادم إن شاء الله ناخد الوحدة الثالثة الدرس الرابع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.